سنتحدث عن استخراج البيانات من قواعد البيانات عن طريق استخدام كود السلكشن في لغة الاستعلامات الهيكلية. بإمكاننا استخراج جميع البيانات من جدول عن طريق كتابة الكود التالي: select all from books. يظهر اسم الجدول، ثم نختم الكود بالسيمي كولن فصل منقطع، نضغط F5، تظهر البيانات من الجدول كامل الحقول. أما إذا أردنا استخراج البيانات من أكثر من جدول، كل ما عليك كتابته هو كوما ثم اسم الجدول الآخر. ثم نضغط F5، تظهر بيانات الجدولين. أما لاستخراج بيانات من الجدول بوكس، وجود شرط معين وهو حد السعر where price، أكبر من أو يساوي ربعمية. تم استخراج البيانات من الجدول حيث قيمة الحقل price 400 أو أكبر من 400. بإمكان استخراج البيان 400 فقط أو أكبر من 400 فقط أو أصغر من 400 فقط. استخراج حقول محددة من الجدول، كل ما علينا كتابته هو أسماء الحقول هنا: Publisher وعلى سبيل المثال ما أدخلناها سابقا، بمجرد الضغط على F5 تظهر البيانات من الجدول للحقلين فقط: البابلشر والبي نيم أو الاسم الكتاب بوك نيم. يجب التدقيق جيدا في محتويات الكود من الأجزاء الرئيسية كسيلكت، كوما الفصل بين الأعمدة، وفروم والجدول الذي سيتم استخراج البيانات منه. السيمي كولن الفاصلة منقوطة قد تؤثر في بعض البرامج ولكنها غير مؤثرة في مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. لننتقل إلى جدول authors المؤلفون، select all from authors. تم استخراج جميع البيانات من الجدول authors. إذا أردنا اختيار جميع البيانات فيما عدا البيانات أو المؤلفون الذين من مدينة غنى، سيكون الكود كالتالي: select all from authors where not city تساوي كن. الضغط على F5 سيقوم البرنامج بعرض نتيجة كالتالي: المؤلفون من القاهرة والمؤلفون من قنا الجديدة.
نفترض أننا نحتاج لاستخراج البيانات التي توجد في حقل المدينة بها كلمة محددة مثل كنا على سبيل المثال هنا. يبقى select all from answers where city like ثم علامة في المية. بذلك تظهر جميع البيانات التي تظهر بها كلمة كن. الضغط على F5 تظهر في حقل سيتي البيانات التي تظهر بها مدينة كن ثم أو البيانات التي تبدأ البيانات التي تنتهي بحرف أو تبدأ بحرف الكيو. هنا البيانات تنتهي بحرف الكيو، أما إذا قلنا البيانات التي تبدأ بحرف الكيو يظهر خطأ مثل هذا. نحاول تطبيق الكل مرة أخرى، تظهر نتيجة فارغة لأنه لا يوجد بيانات تنتهي بحرف الكيو في حقل السيتي. لنرى إن كان هناك بيانات تبدأ بحرف الكيو، هناك بيانات تبدأ بحرف الكيو وهكذا. يمكن تطبيقها على أكثر من مثال سواء أرقام حروف أو غير ذلك أو أيا كان نوع البيانات. لدينا هنا البيانات التي تبدأ فيها في حقل المدينة سيتي حرف الكيو. طيب إذا أردنا عكس القيم واستخراج جميع البيانات التي لا تبدأ بحرف الكيو، كل ما علينا فعله هو إضافة إلى الكود ثم الضغط على F5. سيكون الناتج جميع البيانات التي لا تبدأ بحرف الكيو، أي عكس الناتج السابق. نلاحظ الأخطاء التالية. إذا قمنا بوضع مسافة في اسم الجدول لن يتم استخراج بيانات لأن اسم الجدول تغير. أما كذلك إذا قمنا بتحديد جزء معين من الكود كالمثال لن يتم استخراج بيانات. يجب أن يكون الكود بشكل واضح كل متغيراته حتى يتم استخراج البيانات. ماذا إذا أردنا استخراج بيانات من حقول بأسماء بتغيير أسماء الحقول كالمثال التالي select a name و city from أوصر. ما يظهر في النتيجة هو اسم الحقل أو اسم العمود A name و city. إذا أردنا استخراج هذه النتيجة باسم مختلف كاسم المؤلف والمدينة، كل ما علينا فعله هو كتابة as ثم علامتي تخصيص اسم المؤلف، كذلك بالنسبة city as علامة تخصيص المدينة ثم الضغط على F5 تظهر النتيجة المدينة واسم المؤلف. كذلك بإمكاننا وضع أكثر من شرط لاستخراج البيانات من الجدول كالمثال التالي select all from books where be name like
أو إضافة نوت لزيادة عدد الخيارات. كذلك بإمكاننا إضافة شرط آخر بتحديد سعر الكتاب أكبر من 200 مثلا، and price أكبر من 200. تظهر البيانات الكتاب اللي أسماءهم لا تبدأ بحرف الجي، and price سعر الكتاب أكبر من 200. طبعا في select أو في استخراج البيانات من قواعد البيانات قواعد كتير وشروط كتيرة جدا ممكن تطبيقها. go ahead and check it out online. okay that's it.